من قرى المحافظات ليس بها صرف صحي، بينما تم البدء في العمل في 87 مدينة. فضيلة المفتي أكد في لقائه مع وزير المرافق أن هناك 22% من المصريين مصابون بمرض فيروس سي جراء عدم وجود مياه شرب نظيفة، ودعا إلى مشاركة رجال الأعمال الأغنياء الذين يصرفون ببذخ على حد قوله، قائلا: نحن في أشد الحاجة إلى هذه الأموال، مشددا على أنه إذ لم يتم مساعدة المحتاج سوف تقوم ثورة جياع. حول هذا الموضوع تدور المناقشة في هذه الساعة. يسعدني مشاهدي الكرام أن نتواصل معكم عبر الأرقام الموجودة على الشاشة. وهل التبرعات الشعبية من الممكن أن تكون قادرة على حل المشاكل في مصر ومنها مشكلة الصرف الصحي؟ وما دور الدولة والأجهزة المعنية في هذه الحالة؟ أبدأ مع أول اتصال هاتفي معي أستاذ عبد العزيز العشري من الإسكندرية. تفضل أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. والله أنا شايف إن يعني المشروعات الكبيرة دي ما ينبغيش إن المواطنين يلموا تبرعات عشان إقامتها أبدا، يعني ده شيء عجيب. دي أنا أعتقد إن هي رؤية يعني بالنسبة لنا إحنا في اسكندرية، دي ممكن تبقى في القرى ولكن لا يمكن تبقى في مدن زينا مثلا. نعم. دي أساليب يعني أعتقد إنها مش علمية. نجمع من المواطنين هم هيبنوا زاوية أو مسجد، ده مش موجود طبعا. احنا عندنا المية هنا من 200 سنة في اسكندرية، مشاريع اتكلفت مئات الألوف من قرن ونص. نعم. هل يمكن نعود بالدولة ان تلم من المواطنين؟ طبعا ده شيء احنا ضده، ويعني ربما هو طرح انتم بتطرحوه أو جهة ما، ولكن احنا مش متفقين معاه أبدا. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي أستاذ عبد العزيز العشري من الإسكندرية. معي أستاذ عمرو من البحيرة. تفضل أستاذ عمرو. أستاذ عمرو، يبدو أن الاتصال قد انقطع مع أستاذ عمرو. مشاهدينا الكرام، أتواصل معكم خلال هذه الفقرة، نتلقى الاتصالات ونستقبل مشاركتكم وما هو رأيكم في مبادرة فضيلة المفتي بالتبرع، التبرع من الأغنياء لحل المشكلات الخدمية في مصر. أيضا تحذير من اندلاع ثورة جياع إذا تخاذل الأغنياء في دورهم لحل بعض المشكلات. كان هناك معي الآن اتصال هاتفي آخر. معي أستاذ محمد من بني سويف. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. مع قتل كبيرة. أستاذ محمد تفضل. أستاذ محمد، هل أنت معي على الهاتف؟ نعم. نعم، يعني نطرح هنا أرائكم يعني ونتواصل معكم. ما هو رأيك في مبادرة فضيلة المفتي بتبرع الأغنياء لحل المشكلات الخدمية في مصر؟ هو صراحة يعني التبرعات الشعبية مش هتكفي لحل المشكلة الصرف الصحي في مصر. شكرا. لأن يعني التبرعات الشعبية لن تكفي. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي أستاذ محمد من بني سويف. معي أستاذة فاطمة الزهراء من المنيا. تفضلي أستاذة فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام. هو المشكلة الصرف الصحي أصلا مش هتتحل بالمبررات اللي حضرتك شايفاها، لأن التبرعات مش هتنفع، لأن الصرف الصحي مشكلته كبيرة قوي يعني. نعم. طب هل من الممكن يعني المساعدة من جانب الأغنياء يعني كما كانت يعني المبادرة التي طرحها فضيلة المفتي؟ بصي حضرتك، هو المشكلة كبيرة جدا أكبر من إن هي تتحل بالتبرعات، التبرعات دي هتأكل الناس، التبرعات مش هتعني هي تشتغل الصرف الصحي، لأن مشكلة الصرف الصحي تعدي مواتير، تعدي مية، تخطيطات أكبر مما أي حد يتخيل، يعني دي محتاجة حضرتك زي الضعف الجدوى، والتبرعات دي مش هتنفع. هتنفع تحل مشكلة محافظة اثنين ثلاثة أربعة، مش هتحل كل المحافظات حضرتك. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك. كانت معي فاطمة الزهراء من المنيا. معي أستاذ محمود إمبابي من 6 أكتوبر. تفضل أستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام.
انا شايف ان الموضوع حضرتك بالنسبه لاستقاله المفتي مع احترامنا الشديد لحضرتك، يعني مساله شبكه مياه او صرف صحي على مستوى دوله بحجم عدد سكانها 90 مليون، يعني مشروع اكبر من فكره ان احنا نلمله التبرعات دي على مستوى مسجد، على مستوى حاجات بسيطه كانت تبقى حضرتك، الى جانب ان الشعب المصري بقى عنده تخوف من مساله التبرع ووصول التبرعات دي للهدف المنشود منها، يعني التبرعات دي ما حدش عنده ثقه في ان التبرعات دي ممكن حتى لو اتعملت، ثم هل هي التبرعات دي هتبقى شيء معين ولا كل واحد ومجهوده، يعني هيبقى اولا قبل كده حضرتك تعرف ان احنا عملنا حاجه اسمها معونه الشتاء، كان بيفرضوها على الناس صيف وشتاء وما حدش كان عارف هي اصلا ايه جدواها وكانت فلوسها بتروح فين، فمن هنا الشعب المصري ما عندوش ضمانه ولا امان لانه يلم لاي حاجه، الدوله تقدر تقوم بالمشروعات دي عن طريق مساعده من دول خارجيه وتلمها في صوره بقى يعني دمغه في صوره حاجه ربها، انما تلم المبالغ دي من الشعب فما اعتقدش ان الشعب عنده استعداد يوافق على حاجه زي كده. نعم، شكرا جزيلا لك. انا معي استاذ محمود امبابي من 6 اكتوبر، معي استاذ حسن طه من بني سويف، تفضل استاذ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. والله الافكار المشاركه المجتمعيه دي افكار خارج الصندوق، ولابد على المجتمع المصري كاملا ان يعي ويستوعب كلمه العبور الثالث الدكتور محمد مرسي، دي معناها ان لابد ان المجتمع يتشابك، اولا ما نعانيه من اضرار بيئيه وصحيه على الكره في نجوع مصر وكره مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، لابد جميعا علينا كمجتمع ان نشارك ونساهم في هذا، اولا لو وزعت على مستوى الكره اثرياءها والقادرين يساهموا وكل مواطن يساهم بمبلغ ولو اشتراك سنوي مرحلي يحصل على خدمات الصرف واجزاء مقدمه، هذا يساهم منا بشيء ولو يعني يضع المجتمع ان يتحمل مسؤولياته، البلد الان نعم. في هذه الظروف تمر بظروف قاسيه بالغه الصعوبه من نعم. طيب استاذ حسن يعني كل الاتصالات يشعر المجتمع بالمشاركه ويساهم في هذا، هذه افكار خارج الصندوق التقليدي ان نستنى الاعانات من الخارج وان نستنى على موازنه يكاد يكون ربعها خدمات دين وربعها اجور، اين يكون في هذه الموازنه للصرف وغيره، فلا بد ان يشعر المجتمع انه يشارك، بل نشارك جميعا، علينا جميعا ان نشارك، نشارك بماذا؟ ولو كل اسره اشتركت ب 500 جنيه او 1000 جنيه هذا الحد الادنى ويوسع هذا على مستوى الكره بل على مستوى الجمهوريه، يكون هذه المشاركه الاجتماعيه وتؤدي الى مستوى بيئه ومستوى طيب استاذ حسن، استاذ حسن يعني كل الاتصالات السابقه كانت ترى ان مثل هذه التبرعات ستكون قليله جدا بالنسبه لحجم المشكله. فكلنا جماعة في الكورة، فيها الغني وفيها الفقير. شكرا جزيلا لك. انا معي استاذ حسن طه من بني سويف، معي استاذ عبد العزيز من المنوفية، تفضل استاذ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا شايف ان ده دور مجتمعي، يعني لابد ان كل المصريين تشارك فيه، مش بس في مشروع الصرف الصحي بس، بل كل المشروعات التكافل الاجتماعي اللي البلد ممكن تحتاجه، ان يبقى في تكافل اجتماعي بين المصريين في كل في جميع مستويات افرادهم يعني. طيب استاذ عبد العزيز، الاتصالات السابقه رات ان يعني هذا المشروع تحديدا هو فوق طاقه يعني المواطن المصري، يعني المشاريع تتكلف 80 مليار جنيه وهذه يعني مبالغ كبيره جدا، هل من الممكن حتى ان نوجه مثل هذه التبرعات لمشروعات قد تكون يعني قابله اذا كان هناك بالفعل تبرع ان تكون قادره على الانجاز في هذه المشروعات؟ ده ممكن في يعني بوجود العاملين بالخارج، بوجود احكام يعني الدوله تقول باحكام الرقابه على المؤسسات اللي بيها فساد في الدوله، وافراد المجتمع ممكن يشاركوا احنا يعني ولو بالقليل هيحقق الكثير من المشروعات اللي البلد في حاجه اليها يعني. نعم. تفعيل دور الزكاه، بس المهم نجد تفعيل دور الزكاه بالنسبه دور الزكاه بالنسبه للمجتمع المصري
هنلاقي لو فعلنا دور الزكاة بس بشرط الزكاة تكون يعني نلاقي لجان نثق فيها وأهل ثقة أهل ثقة نحط هنلاقي المصريين اللي بيحطوا فلوسهم في الزكاة لو لقوا مصادر يحطوا يثقوا فيها أكيد كل المصريين هيشاركوا بس نثق في الأماكن اللي هنحط فيها الفلوس ديت. ويتوظف يعني تتوظف بشكل جيد يعني. شكرا جزيلا لك. أنا معي أستاذ عبد العزيز من المنوفية. من المنوفية أيضا معي أستاذ رمضان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مشروع كويس تبرع ده مفيد لمصر، بس في حاجة تانية ممكن تبرع ده نجمع الفلوس أو نعمل، بس مراحل مراحل، لأن الفلوس كل مرة هتكمل المحافظات كلها. نعم. فنعمل نقسم كل محافظه تاخد جزء من الفلوس ونشتغل مراحل مراحل، مش نبدا في كل البلاد ونقسم ما نكملش المشاريع عشان نعم. ديت المشكله بتاعتنا فعلا، يعني بيفتحوا في المحافظات كلها والدعم لما بيجي ما بيكفيش كل البلاد. نعم. فدي مشكله على مستوى الجمهوريه بالنسبه للصرف والمياه، فعايزين تحسن كتير يعني. ربنا يسهل. نعم شكرا جزيلا لك. أنا معي أستاذ رمضان من المنوفية. معي أستاذ محمد نجيب من العريش، تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أول حاجة حضرتك، الشعب مش ممكن يعني يتبرع مثلا بحاجة، حتى لو هيتبرعها بس لمصر في سبيل مثلا الصرف الصحي وكده، هيشوف هيبص على الدولة أساسا هتاخد الفلوس دي هتتعمل بيها إيه، يعني هتخليها صرف صحي وتحطها من ضمن مشاريع يعني تكون كتيرة خالص ما بتكملش في الآخر، ما بتوصلش للناس، للناس اللي بتكون محتاجاها. فالشعب لما يضمن إنه هيبعت أو هيودي الفلوس دي لناس أو اللي هيوديهم للدولة يعرفها واصلة ليهم بشكل إزاي، يعني أو هتوصل للآخر للناس اللي عايز يوصلهم ولا لأ. نعم، يعني أنت ترى أن المشكلة هي في فقدان الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة. طبعا بالذات عندنا في العريش. نعم شكرا جزيلا لك. أنا معي أستاذ محمد نجيب من العريش. معي أستاذ خالد عبد الحفيظ من أسوان، تفضل أستاذ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. خالد عبد الحفيظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب مصر أسوان. مرحبا بك، تفضل. أهلا بك. والله هو موضوع التبرعات الشعبية ومشكلة التحيط دي مشكله، هي المشكله كلها في مشكله التبرعات. يعني احنا دلوقتي رجعنا للجمعيات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني في كل حاجه، التضامن الاجتماعي، معاش الارامل، معاش المراه المعيله، الاطفال الايتام المتصرفين، النظافه، المراقبه على البوتيكات، المراقبه، كله مجتمع مدني. طب دور الدوله فين في الموضوع ده؟ تمام، المفروض ان دور الدوله كده ان احنا الاجهزه الرقابيه واجهزه الصرف وميزانيه الدوله كمرافق كتليفونات كمشكله دعم، يعني الدوله سحبت نفسها وخلت المجتمع المدني يشتغل. طب المجتمع المدني مكبل اليدين، ان انا عشان اجيب تبرعات، انا عندي في اسوان مثلا 1300 جمعيه، الجمعيه لما يجي متبرع عايز يتبرع هيتبرع للجمعيه الاقرب ليه، هل الجمعيه دي هتشتغل تضامن اجتماعي ومراه معيله ومطلقه وايتام وفقراء وغير قادرين وتوزع لحوم وتوزع مواد تموينيه وفي الاخر تشتغل في المرافق الصحيه؟ طب الدوله دورها فين سيادتك؟ هو ما فيش حد بيدعم الجمعيات الاهليه او منظمات المجتمع المدني. وبعد كده ان انا اجي اطرح كلمه ان كل شويه تبرعات تبرعات تبرعات، الناس ثابت من موضوع التبرعات. انا بدفع معونه الشتاء لما باخد تذكره من اسوان لغايه القاهره بدفع 2 جنيه تذكره معونه الشتاء، بتروح لمين؟ بتروح مكافئات سيادتك للناس اللي شغاله. انا النهارده لما اجي اعمل تبرعات للصرف الصحي، العاملين على مجال الصرف الصحي والمرافق دول هم بياخدوا سيادتك الفلوس اللي هم بتتوفر، تمام؟ هياخدوها مكافئات وهياخدوها، لكن انا لما اجي اجيب المبلغ اللي محدد لقريه او ناجع ان ده هيتوصل صرف صحي، واشرك معايا المجتمعات المدنيه المجتمع المدني في ضوء المشاركه المجتمعيه اللي هو يشرك ان يجيب متبرعين، ناس تحفر الارض، ناس تركب المواسير، ناس تركب الحنفيات. في الحال اللي زي دي سيادتك انا كده دي المشاركه الفعاله للمجتمع المدني انه وفر لي العماله، لكن اجيب عماله من نفس الشركه ومتبرعات من فلوسي انا ومن فلوس المواطنين وياخدوها مكافئات في الاخر وياخدوها ارباح، ده قصه كده سيادتك ان احنا بنضحك على الناس كده، بنخلي الناس تنفر مننا ومن التبرعات اللي احنا الناس بتتبرع لنا بيها، لان هو فعلا فيها شبهه ان الفلوس دي بتروح فين، لان هو ما بيعترضش عليها. لكن لما بلاقي فعلا الجمعيه الاهليه او منظمه المجتمع المدني جايبه عمال هم اللي بيحفروا، احنا عندنا مبادره شغلناها في اسوان المؤسسه الطعام، مبادره الجمع القمامه من المنازل، الشباب اللي شغالين متطوعين، الحكومه وفرت لنا العربيات وفرت لنا الاكياس
تمام، لكن احنا الشباب متبرع مجانا شغال، تبقى الناس هتثق فينا يوم ما تحب تنظف معانا في الشارع في يوم نظافه هتشتغل معانا. نعم، شكرا جزيلا لك. انا معي استاذ عبد خالد عبد الحفيظ من اسوان، معي استاذ طلعت المراغي من سوهاج، تفضل استاذ طلعت. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ ضحى؟ مرحبا بك. بالنسبه لو ان انا عندي تحفظ على المفتي نفسه على جمعه، ولكن قبل سابق لموا 650 جنيه من كل فرد عشان يعملوا صرف صحي. نعم. وبعد كده الفلوس زي ما عرفتهاش راحت فين ولا سبت مين ولا عملوا ايه فيه. نعم، يعني انت ليس لديك ثقه يعني ان يكون هناك تبرعات و ده غير ان من شهر 3 لما افقدت الاهداف النقدي بتاع الدوله حوالي 20 مليار برضه ما عرفناش راحوا فين. فما فيش ثقه بين المواطن وبين الدوله. نعم. لو في ثقه متبادله بين المواطن وبين الدوله نحن قادرين على لم هذه التبرعات. ويا ريت التبرعات دي ممكن نحن برضه نلم التبرعات وبلاش القرض الدولي. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي استاذ طلعت المراغي من سوهاج. معي استاذ محمد حسن من الجيزه، تفضل استاذ محمد. استاذ محمود. نعم، تفضل استاذ محمود. ازي حضرتك استاذ سوزان؟ مرحبا بك، تفضل. مرحبا بحضرتك، انا بحييك وبحيي اسره الجزيره على مجهوداتها. شكرا جزيلا. بالنسبه لموضوع التبرع مش بس للصرف الصحي، لاي منحه من مناحي الحياه سواء انشاء مدارس او مستشفيات، ده جهد مشكور من الشعب. لكن انا برضو بتساءل مع اخواني المتصلين السابقين يا استاذ سوزان، اليس من الاقدر يعني احاله ال 70,000 مستشار اللي بيكلفهم خزانه الدوله 20 مليار في السنه، علشان بال 20 مليار دول نعمل البنيه التحتيه من صرف صحي ومياه شرب ومحطات كهرباء جديده؟ اليس من الاقدر بدل تخصيص عربات بمليون ومليون ونص، ولن اذكر الماركات التجاريه احتراما لبرنامجك حتى لا اعمل دعايه، ليس من الاقدر بدل من تخصيص 5 سيارات او 3 سيارات لكل وزير ان يتم التبرع بهذه المصاريف للبنيه التحتيه للدوله المصريه؟ اليس من الاقدر بدل ما نصدر الغاز لاعدائنا ان احنا نستخدم مدخلات هذا الكنز الاستراتيجي للشعب المصري نستخدمه لصالح الشعب المصري؟ يعني فيه امور كثيره جدا ممكن بيها نمول هذه البنيه التحتيه، المليارات المنهوبه اللي ما تردش منها ولا جنيه. طيب استاذ محمود، يعني كان معي استاذ طلعت المراغي من سوهاج يعني قبلك، وقال ان يعني مصر سوف تاخذ يعني القرض يعني 3.8 مليار يعني دولار، فيعني اذا كان هناك يعني من الاجدر ان يكون هناك تبرعات، فلتكن هذه التبرعات يعني لمثل هذا القرض. يا استاذه سوزان، يعني فعلا يعني انا بتفق مع كل اخواني المشاهدين السابقين، يعني في حاجات يعني يكاد يشيب لها الولدان والانسان يكاد يفقد صوابه من الامور في مصر، كما قال المتنبي وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. يعني كل هذه المليارات المنهوبه اللي ما تردش منها مليم، ليس من الاقدر استعادتها ويعني اعاده البنيه التحتيه على اساس سليم بهذه المليارات؟ يعني يا استاذه سوزان، فيه مصاريف كتيره قوي تصرف في غير محلها في هذه الدوله. انا كنت بستمع عن طريق قناتكم الغراء لجلسات الجمعيه التاسيسيه، ايه المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي عايزين ينشئوه؟ احنا ناقصين مجالس، مش كفايه المجالس القوميه المتخصصه ومجلس الشورى الذي ليس له اي دور في التشريع، ازاي هعملوا له دور في التشريع؟ هو جهه واحده بس بتقرر التشريع، هم الازدواجيه دي، ده مش ازدواجيه، ده 3 مجالس هيقوموا بدور واحد، مجالس قوميه متخصصه، مجلس اقتصادي واجتماعي،
ومجلس الشورى، والثلاثه دول هيعملوا دراسات من دراسه الى دراسه الى دراسه، ثم ترفع الى لجنه مجلس الشعب الاقتصاديه، لجنه مجلس الشعب الاجتماعيه. يعني معناها ان القانون علشان يتحرك هيحركوه في 3-4 شهور، وهيزيدوا من البيروقراطيه وهيزيدوا من الروتين. يا استاذه سوزان، مصر فيها حاجات كتيره مقلوبه. القرار اللي بيقولوا عليه ده بتاع اغلاق المحلات الساعه 10، الشعب بيعاني من بطاله، اقسم بجلاله الله كل البيانات الرسميه بخصوص البطاله غير صحيحه وتكاد تصل الى درجه الكاذبه. البطاله تصل الى 30% والى 40% بسبب وقف السياحه وبسبب المصانع المتعطله، بالاضافه للبطاله اللي كانت موجوده كمان، ولسوء الاحوال الاقتصاديه زودت المعدل. فبفلوس مجلس الشورى وبفلوس المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللي عايزين يعملوه، وكل هذه البهرقه وكل هذه المؤتمرات، عايزين نتجه للعمل، عايزين يبقى عندنا جهاز تشريع واحد بيعمل العمل باسرع ما يمكن وبينجز نعم. باسرع ما يمكن. شكرا جزيلا للمشكلة. نعم شكرا جزيلا لك، كان معي استاذ محمود حسن من الجيزه. مشاهدينا الكرام، تواصلت معكم خلال هذه يعني هذه الفقرة، وكانت قضية التبرعات، هل من ممكن أن تحل يعني التبرعات المشاكل الموجودة في مصر ومنها مشكلة الصرف الصحي؟ كان هناك عدد كبير من الاتصالات، ربما كان الإجماع الأكبر أن التبرعات لا يمكن أن تغني عن دور الدولة وأجهزة الدولة. قبل أن ننهي، هناك يعني تقرير من الشارع المصري وآراء المواطنين في مثل هذه المشكلة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء، وننتقل إلى هذا التقرير. الشعبية عمرها ما هتغطي المصاريف بتاعة الصرف الصحي والكهرباء والمش عارف ايه والحاجات دي كلها. التبرعات الصحية دي هما بياخدوا دلوقتي فلوس، الحكومة بتاخد فلوس على الصرف الصحي، بتاخد فلوس على الكهرباء زيادة، وبتاخد فلوس على المية زيادة وعلى الغاز زيادة، وعلى كل ده فلوس زيادة عن المصاريف عن المستهلك بتاع الفرد نفسه. يعني أبص ألاقي نفسي مثلا مستهلك ب 50 جنيه مية، ألاقي 45 جنيه صرف صحي. طب ده بتاخدها ليه؟ يبقى أنا هتبرع إزاي؟ ما دام بتاخد مني ب 50 جنيه مية وخمسة ونصها بالظبط 50% صرف صحي، الكهرباء بتاخد فلوس إيجارات، الغاز بياخد 6 جنيه عداد، الزبالة بتدفع، كل ده بيدفع، يبقى المواطن هيدفع منين؟ هيفضل يدفع من هنا ومن هنا ومن هنا. وفين المرتب اللي هيقضي علشان انا اقدر اصرف على المرض وعلى المواصلات وعلى الاكل وعلى الشرب وعلى الصرف الصحي؟ هجيب منين؟ دور الدوله نمره واحد، لما الدوله تعجز وتقول انا ما معيش وافتقرت ومش لاقي تاكل الدوله، نقول للناس اتبرعوا. هيتبرعوا من الناس كان هم مش لاقيين ياكلوا، هيتبرعوا منين؟ خدت بال حضرتك؟ وما تشوف الملايين اللي مع الناس اللي سرقتها دي ما يجيبوها. ولا كل واحد برع، حتى مش هنقول بجنيه، لو كل واحد برع بنص جنيه هتساهم يعني، لو حاجه صغيره هتبقى كبيره وهنقدر نحل كل مشاكلنا. فانا مع طبعا ان احنا، انا رايي ان احنا نساعد ونساهم في المشروع دوت. انا معلش انا كنت بروح اتفرج على ماتشات مثلا الاهلي او الزمالك او بدفع تذكره مثلا 10 جنيه 20 جنيه او 5 جنيه حسب ما هم بيقولوا، اعتبر نفسي دخلت مره ماتش خلاص. انا ده وجهه نظري، او دخلت سينما. انا مع التبرعات الشعبيه، بس لو مين اللي هيمسكها ومين اللي هيصرفها؟ مين؟ يعني انا هات لي واحد ثقه ان ده اعرف احاسبه، لكن انا ما يديليش للمستشارين. فين الصناديق الخاصه؟ ما اتضمتش ليه؟ الصناديق الخاصه بتاعت الدوله فين؟ قعدوا يقولوا لنا عندنا 20 مليار تريليون دولار في الصناديق الخاصه، اين هي الصناديق الخاصه الان؟ فين الكلام ده؟ لا لازما الناس تعرف ان في، يقول لي في سلم، في 1 2 3 هتمشي عليه. انا لقيت ان الدوله بتعمل كده، انا بدفع ضرائب من مرتبي وانا راجل شغال قطاع خاص. فين هي الضرائب المستشارين اللي المستشار عشان استشاره قانونيه ولا حاجه بياخد له مليارات قد كده؟ طب هو فين الوطنيه بتاعت الناس؟ الصرف الصحي مش هيتكلف 100 جنيه ولا يتكلف 1000 جنيه ولا يتكلف 20000 جنيه، ده بيتكلف ملايين عشان نعمل صرف صحي. مين اللي هيديك ملايين؟ لما انا راجل موظف وجربت اطلع على المعاش وباخد 1200 جنيه، 1200 جنيه تجود بيت ولا اديله الصرف الصحي؟ يبقى عندي ولد في الهندسه وعندي ولد في الطب وعندي بنت في التجاره يتعلموا منها. هياكلوا منها ويشربوا منها. هدفع لسه ادفع له كمان؟ طب ما يدور على الفلوس اللي اتسرقت واتنهبت. على كل واحد المساعده، الحكومه مش هتقدر تعمل كل شيء للشعب. فينبغي علينا ان احنا بنساعد بجزء على الاقل، يعني يوازي ولو من 25 ل 50%، والحكومه تكمل. ده يعني المساعده واجبه على كل مواطن. اي نوع من الشعب يتبرع؟
شعب المطحون، ما الشعبين عندنا كذا نوع من الشعب دلوقتي، الشعب المطحون لا أوافق على هذا الإطلاق. أما الأغنياء هاتهم ودفعهم الضرائب، يتبرعوا معاهم مليارات، فين الفلوس بتاع الناس اللي جايين على الشعب وهنتبرع؟ شعب المطحون اللي بيجيب الأنبوب للبوتاجاز ب 20 جنيه دلوقتي في القرى وب 45 في المدن، دول اللي هيتبرعوا؟ الحكومة تتبرع للمطحونين، الطبقة المطحونة من الشعب دي، مش كل الشعب يتبرع، يروح يسألوا الأغنياء ياخدوا منهم فلوسهم الضرائب والحاجات دي وبتبرعوا للمجاري للي. يا ام حسن مبارك ما كناش بنسمع الحاجات دي، لا حد يتبرع ولا حاجه. اشمعنى التبرعات جايه دلوقتي؟ يشوفوا كانوا بيقولوا النهضه والاخوان المسلمين، يورونا الاخوان المسلمين. احنا دلوقتي من كوم حماده من البحيره، من قريه اسمها خربتها، جنبها كده عزبه صغيره اسمها عزبه الجاريه. العزبه دي فيها اكتر من مليون نفر، والمباني العزبه فيها مليون نفر؟ عزبه كبيره اسمها تسمى بعزبه الجارين، هتقع علينا من قله المجاري، ما احناش عارفين نتضير. الانبوبه قادرين عليها، بنولع خشب بنولع حطب، بنصيف في الغيطان حطب ونخبز ونطبخ، بس المجاري البيوت هتقع علينا. طيب لو طلبوا منكم انكم تتبرعوا عشان تحلوا المشكله دي، هل ممكن انكم تتبرعوا مع الحكومه وتساهموا مع الحكومه عشان تحل المشكله دي ولا لا؟ لان احنا ناس غلابه، نتبرع مع الحكومه شهريا، كل واحد يدفع 100 جنيه في الشهر لمده سنه، لمده سنه ونص، احسن ما الجرار بيجي بياخد 50 جنيه في النجله وما بنلاقيش الجرار، ويا ريت الجرار بياخدها يحطها في مكان بعيد عن الناس، بيمسكها يفتح الخرطوم ويمشي على الاسفلت يغرق الدنيا. الاطفال بتاعي والناس الكبار ما بتعرفش تمشي ومتبهدلين اكبر بهدله. احنا بنستغيث وعندنا استعداد نساهم، بس نساهم شهريا، لان احنا ناس غلابه، مفيش هنروح فين ولا نيجي منين؟ القريه دي ما فيهاش واحد غني حتى معانا. يعني حضرتك مستعده انك تساهمي بس بشكل شهري؟ تساهمي على الحكومه عشان تحلي مشكله الصرف الصحي الموجوده في القريه بتاعتك؟ نساهم بشكل شهري، سنه سنتين ثلاثه، بس ننضف من الغم اللي احنا فيه، احنا عايشين في مؤاساه. والجرار لما بيجي ياخد النجله الوحشه دي بيسيبها على الاسفلت. الاطفال مش عارفه تروح المدارس، ولا الناس الكبيره عايزه تروح المستشفى، ولا احنا عارفين نتضير. الانبوبه دي احنا بنلزق لمؤاخذه جله من تحت البهايم ونطبخ بيها، هنعمل ايه؟ ما احناش لاقيين. غيثونا بالمجاري يا ناس، ينبكوا صواب. الناس الكبار بتخش الحمامات عامله كده وحاطين لهم طوب يدوسوا عليه. عايزين المجاري لو سمحتم تتكرموا علينا. المحكمة بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. ازاي كمان يطلع براءة؟ ازاي اللي يطلع براءة؟ العدل ما اتحكمش عليه بالاعدام ليه؟ بيخرجوا العدل بس المؤبد، الباقي كله براءة. الاحكام غير مرضية للشعب، اهالي الشقق غير راضيين على الحكم.